I think the Middle East أعتقد stands أن to الشرق الأوسط يعاني بطرق مختلفة، إذا سيعاني بشكل كبير إذا انهارت المفاوضات مع إيران، وحتى إذا كان الجي سي بي أو أو الاتفاق النووي تم استعادته، فسيكون هناك العديد من محركات عدم الاستقرار والعديد من الأزمات والتوترات في المنطقة، ربما ستستمر لبعض الوقت ولوقت طويل بغض النظر عن وضع الاتفاق النووي. ولكن أعتقد أنه من المهم أن نفكر بالطرق التي بعض التوترات والأزمات كيف يمكن أن تسوء أكثر في حال إذا ماتت وانتهت الاتفاق النووي. وعندما نتحدث عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أعتقد أن هناك العديد من قضايا الغير نووية الكثيرة التي تسبب الاحتكاك بين واشنطن وطهران، والاتفاق النووي وعدم نشر الأسلحة النووية، اتفاق عدم نشر الأسلحة النووية لن يحل هذه القضايا الغير نووية نفسها. ولكن أعتقد أن الاتفاق النووي على الأقل يقدم لواشنطن وطهران أساس حيث بعض الثقة يمكن أن تتم إعادتها، ومن هناك ومن هذا الأساس يمكن لكلتا الدولتين أن تبدأ المحادثات وأن يبدأوا بالتعامل مع التوترات الغير متعلقة بالقضايا النووية. وبدون الاتفاق النووي أعتقد أننا سننسى أن يحدث ذلك. إذا مرة أخرى لنعود إلى السؤال الذي طرحته علي، أعتقد أن الفشل في إعادة تشكيل صفقة عام 2015 النووية ستؤدي إلى عدم استقرار في الشرق الأوسط، وأنها ستكون يعني مستنزفة لجميع الأطراف بشكل كبير جدا. بتقديرك